احتفلت سفارة مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة العيد الوطني المجيد وذكرى الجلوس الملكي لصاحب الجلالة الملك المفدى، حيث أقام سعادة سفير البحرين لدى المملكة العربية السعودية حفل استقبال بهاتين المناسبتين العزيزتين في العاصمة السعودية الرياض. وحضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض. وقد أعرب سموه عن أطيب التهاني والتمنيات إلى القيادة الحكيمة وشعب مملكة البحرين بهاتين المناسبتين الوطنيتين، متمنياً للبحرين كل النمو والتقدم والأمن والاستقرار، ومشيداً بالعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين. من جانبه أشاد سعادة السفير البحريني بعلاقات البلدين الوطيدة الأخوية والتاريخية في مختلف المجالات التي أرسى دعائمها قادة البلدين بكل حكمة وحرص ومسؤولية. وقد رفع سعادة السفير الشيخ حمود بن عبد الله الخليفة أجمل التهاني إلى مقام جلالة عاهل البلاد المفدى وإلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ولشعب البحريني الكريم، مشيدا بما تحقق للبلاد في العهد الزاهر لصاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى من تنمية وازدهار وأمن واستقرار في إطار نهج الديمقراطية والشورى الذي هو نهج متقدم وريادي لتحقيق المزيد من المكاسب للشعب البحريني الكريم.